وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس. سعادة العضو، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا أكثر عن كيفية مساهمة الخطة الوطنية لسوق العمل في دعم وأيضا نمو القطاع الاقتصادي للمملكة؟ السلام عليكم ومساكم الله بالخير. وفي الحقيقة طبعا كلنا ندرك أن الخطة الوطنية لسوق العمل جاءت وتضمنت محاور، يعني محاور أساسية. كل هذه المحاور تسعى لأن يكون في هناك موجود تكامل للمنجزات اللي تم تحقيقها، وذلك من قبل مختلف الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة، وجاءت بتطوير لاستقرار واستدامة نمو سوق العمل. ايضا هذه الخطه طبعا جاءت يعني في من اجل توفير اطار استراتيجي ان يكون في هناك موجود نوع من الاسترشاد من قبل مؤسسات الدوله المعنيه باداره وتنظيم سوق العمل، وهذا كله بيكون بالتعاون والشراكه مع اصحاب العمل والعمال. نعم. ومن جانب اخر، هذه الخطه لا ننسى ان هي جاءت طبعا استمرار لتمكين المواطن البحريني سواء كان عامل او كان صاحب عمل من المساهمه، ومساهمه يعني تكون بشكل فعال في المسيره التنمويه الشامله بقياده حضره صاحب الجلاله الملك المعظم حفظ الله ورعاه. وايضا يعني جاءت على ما تحقق من منجزات في اصلاح وتطوير سوق العمل واللي احنا بديناها من 2004، وجاءت ايضا وفق للمبادئ الاساسيه للرؤيه الاقتصاديه لمملكه البحرين 2030 واللي اخذت الاعتبار الاستدامه والتناميه والعداله. نعم. هناك ايضا توجيهات يعني صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، طبعا هناك في عندنا موجود توجيهات بالعمل على اطلاق مبادرات واللي هي تسهم في تنميه الاقتصاد وايضا تطوير سوق العمل، وايضا مواصله لتنفيذ برنامج الحكومه اللي هو من 2019 الى 2022، ويختص بالسياسه المعنيه اللي جاءت لدعم سوق العمل، توفير فرص عمل للمواطنين، تقديم برامج تدعم للعامل اللي هو ضمان نمو بيئه العمل. من كل هذا احنا طبعا نجد اليوم ان هذه الخطه أخذت في الاعتبار مبدأ تعزيز إسهامات القطاع الخاص من خلال هذه الخطة، الخطة الوطنية لسوق العمل، واعتبار أن المحرك الأساسي هو القطاع الخاص للتنمية في البحرين. وعليه أنا أعتقد أنه بدون شك أن احنا نقدر نقول الخطة الوطنية، هذه الخطة الوطنية لسوق العمل ساهمت وتساهم بشكل فاعل في نمو القطاع الاقتصادي. نعم. سيد المسقطي، باختصار برأيك، هل لك أن تطلعنا ما هو دور القطاع الخاص ويعني مجاله كمحرك لانخفاض معدل البطالة في البحرين؟ ما في شك يعني هناك في دور مهم للقطاع الخاص، وهذا الدور لا يقل أهمية عن دور القطاع العام، فنحن نحاول إبقاء مستويات البطالة في المملكة ضمن حدود آمنة. وصراحة يعني الجدير بذكر أن أعتقد أن هناك خلق حلقات ربط مباشرة زين بين الباحث عن عمل وشركات الخاص، هذا راح يعزز بطبيعة الحال الفرص اللي هي متاحة لتطوير وتوظيف البحرينيين في شركات القطاع الخاص. نعم. وأيضا لا ننسى أن دور القطاع الخاص أيضا جدا مهم في الاستثمار في التدريب، التنمية البشرية، كل هذا بهدف أن يكون هناك عندنا في توظيف في وظائف نوعية، دعم التطور المهني في هذا القطاع، زين إيجاد برامج تأهيل وتدريب البحرينيين، إكساب البحريني الكفاءة والمهارة اللي أنا أعتبرها هي المدخل الأساسي للتوظيف، وأيضا تسهيل دمج البحرين الباحث عن عمل في منشآت القطاع الخاص، والانتقال نحو طبعا التدريب الإلكتروني من قبل المعاهد معترف بها يكون دوليا، وتدريب اللي هو يعني يستحق
والمستويات العالمية، بحيث أن هذا الدور للقطاع الخاص جدا جدا مهم. نعم. ويجب أن يكون هناك إسهامات إن شاء الله تكون يحافظ القطاع الخاص اللي يكون محرك الأساسي للنمو. نعم. إذا سعادة السيد خالد المسقطي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.